دشن وزير الشباب والرياضة نايف البكري ومعه مدير عام مكتب الشباب والرياضة بمحافظة مأرب علي حشوان برامج الفعاليات الرياضية والشبابية في محافظة مأرب في إطار الاحتفاء بالأعياد الوطنية سبتمبر وأكتوبر. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير الذي أعده الزميل محمد القداسي. انطلقت هنا في محافظة مأرب البطولة الكروية على كأس الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر، والتي نظمها مكتب الشباب والرياضة بمديرية المدينة بمشاركة 12 فريقا رياضيا. دشن البطولة وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال نايف صالح البكري، ومعه مدير عام الشباب والرياضة علي عبد الله حشوان، ومدير عام مديرية المدينة محمد صالح فرحان. أكد البكري على أهمية دور الشباب في المرحلة الحالية وأشاد بالجهود المبذولة من قبل السلطة المحلية للاهتمام بالشباب في هذا اليوم الكريم. في ظل هذه الانتصارات الكبيرة في هذه المحافظة العزيزة على قلوبنا، أن نكون في هذا اليوم وفي هذا المشهد الرياضي الشبابي الذي أيضا نحن موجودين في هذا الملعب، ونحن نشاهد هذه الصور هؤلاء الشباب الذين إن شاء الله سيكونون عماد القوام أيضا المنتخبات الوطنية القادمة. نحتفل اليوم بذكرى 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر في هذا الملعب الرياضي في مدينة مأرب، ونحضر أيضا بمعية الأخ المدير العام للمديرية وأيضا مكتب الشباب الرياضة والأخوان قيادات شبابية وأيضا مكاتب الشباب الرياضية في المديريات، ونحن نرى هذا المشهد الجميل. نرى هؤلاء الشباب اليوم وهم يحتفلون بذكرى الآباء والأجداد 62 من عام 62 إلى اليوم، يعيدون ذكرى الآباء والأجداد في التحرير وفي النضال ضد هذا المشروع الإمامي السلالي. مدير عام المديرية تمن الجهود المبذولة ودعمه للشباب والأنشطة الثقافية. نحن هنا اليوم ندشن بطولة أعياد الثورة اليمنية لمكتب الشباب والرياضة. مدير الشباب بالمديرية أوضح جملة من الأنشطة والفعاليات المصاحبة لبطولة عيد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر. ونحب أن هو أن هذه البطولة هي خاصة بالفئة العمرية، فئة الشباب، وسيلحقها بإذن الله بعد أسبوع من تاريخ اليوم تدشين بطولة للبراعم، وكذلك بطولتين في لعبة الشطرنج ولعبة تنس الطاولة. الاهتمام بالشباب يمثل التركيز الأساسية لتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتنفيذ الأنشطة المختلفة التي تنمي قدرات وإبداعات الشباب. لقناة عدل الفضائية محمد القداسي، محافظة مأرب.